سليمة، شنو لكم اليوم؟ باش نعملو مع بعضنا عجه مركز. هي لي غوسيت. اول حاجه خليناها صبينا زيت، بعد حطينا كافيه المركز يتقليو، تخليهم يتقليو على نار هاديه بالكل. ومن بعد اون فوا تقليو نحيوهم من الزيت هذاك، وباش نزيدو عليهم شويه بصل يتقلى. كيف يتقلى البصل نزيدو نحطو شويه طماطم، طماطم فخايش، حكيت 4 ولا 5 كعبات. نزيد عليهم شويه طماطم معجونه فيك هذا سي بور دو بيرسون، ونحط معاهم هريسه عربي، نقليو كل شيء بالكتي، ونحطو شويه ملح مش برشا على خاطر ديجا المركز مالح والهريسه عربي مالحه، ونبقو بشويه ماء، ونزيدو نرجعو عليه اكل المركز هذاك اللي قليناه من اللو بالكل. بيان سور نخلطو مليح اللي حطيناهم كل شيء مع بعضو. نحطو النار في موين باش ما معناها باش تبدا هاديه شويه. كي توصل خاطره كيما هكا، معناها كيما تراو فيها كيما هكا، سي بون تسمى بريسك مي طابت. نرميو الفلفل ونحطو العظام، كل واحد بيان سور يحط الكونتيتي اللي يحب عليها نتاع العظام، رشه فلفل اكحل زيدة تعطي بنه كبيره برشا. اي فوالا لي زامي،
فيديو سنتي الكل. ثانك يو سو ماتش، بقى كنشكرك ما نشمش.